وهلا والله متابعين قناة قاهر الأسحار، معكم أخوكم يزن بن صخر. محمد الحناطي، تحياتي لكم يا رفاقة الخير، ولكم باك لكم فيديو جديد في مقطع جديد. طبعا يا إخوان أنا بصور المقطع المقدمة قبل الفيديو، ليش؟ لأنه مرات ما بنفضل نصور مقدمة وبنعمل الفيديو بدون مقدمة، فقررت أصوره قبل مشان نكون يعني أسرع، فهمت علي كيف؟ وطبعا يا إخوان إن شاء الله لما نروح على المكان ان شاء الله نقدر نطول السحر في امان بدون ما يمسنا اي شيء ولا يضرنا اي شيء، طبعا باذن واحد احد. وطبعا احنا متحصنين بسم الله لا اله الا الله طبعا. وطبعا يا اخوان لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد. ضيف الروابط يا اخوان، كل الروابط الموجوده ضفوها، حساب يزن على الانستغرام وحسابي، كل ولا تنسوا الاشتراكات واللايكات على قد المحبه حبايبي، وشاركوا لاصدقائكم عشان يثوبنا ويثوبكم الأجر والثواب. الأجر والثواب إن شاء الله. وبيس أوت. شيء في الأرض وفي السماء والله السميع العليم. طبعاً يا إخوان اللي صار معنا كالتالي، إنه حطينا السحر، أخوي أحمد كان يصور، حطينا القفل، قعدنا نخبط فيه، فالكلاب سمعوا صوت خبط، سمعوا صوت، وجوا هجموا علينا. طبعاً إحنا كسرناه من هان من الخبط، ومشان نفكه ونبلش فك. المهم بس هجموا علينا، وقعت الكاميرا من احمد وشكل فصل التصوير، وما بعرف اذا موجود الفيديو ولا لا، ما تاكدت. المهم يا اخوان اجا قطيع كلاب ومن ضمنهم واحد اسود، قدرنا ان نكشهم، نقدر نبعدهم عنا، نضيف الكشافات على وجههم مشان ما يشوفونا. وطبعا ظل كلب واحد بس، الكلب الاسود، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف منظره؟ يا الله يا الله، انا حاسس انه جن، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا كمان حاسس انه جن. ما رضيش يهرب. اخوان بس اول مره اشوف كلب زيه. بس قعدنا نقرا ايات الله، وقعدنا قعدت اقول له اسالك بالله لا تاذينا، اسالك بالله اذا انك جن مش حيوان انك تبعد عنا ولا تاذينا. وراح. ظلينا ندعي و استحلفوا بالله لما راح. لا بس راح. الحمد لله رب العالمين انه عافانا، ولا كنا متقطعين يعني جد. يعني المنظر اللي قدامنا اللي شفناه، انتوا لو شفتوه يا الله يا الله يا الله. الحمد لله رب العالمين انه طلعنا. الله عداها خير. الحمد لله رب العالمين. بس انا الشغله اللي ضايقتني كثير كثير، انخنقت منها وتضايقت، ما تصورت مقطع واحنا نكسر في القفل. يلا الحمد لله رب العالمين. يا الله بترف. احنا كويس ان جينا من الكلاب وخلص، احمد ربك. جينا من الكلب الاسود بس. لسه قلبي بدق بسرعة. المهم شو سوينا؟ رحنا نزلنا قعدنا في السيارة، حطينا الاغراض في السيارة. طبعا السيارة حصلناها قبل ما نسوي اشي فيها، ورشينا ملح ومي مقروء عليها مشان ما يصير اشي في السيارة. وبعدنا على المكان كله، لانه المكان السحر اللي فيه، فيه حارس سحر قوي. طبعا ما في شيء اقوى، ما في شيء قوي غير الله عز وجل. فان شاء الله راح نقدر هسه نبطله، امورنا طيبه طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. طبعا زي ما تعودنا نقرا سوره الكرسي، آية الكرسي قبل ما نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. استغفر الله العظيم. انت من العجقة شكلك بلشت تخربط يا اخونا. يا الله. طبعا انا لهسه يا اخوان الكلب طوله مترين، اذا بدي اوقفه شو 3 متر. انت لو شفت المنظر قسما بالله قلبي صار يرفض 600 رفطة في الثانية. الرفطة يعني انه يدق يا اخوان، اشي مش طبيعي. بسم الله. طبعا اخوان انتوا اعذروني في الفيديو اذا صرت اخربط في الحكي، يعني لسه معذور يا اخوي، لسه الخوفة فيا. يعني فعليا من اصعب مغامره مشيت فيها بحياتي، كل مره بقول اصعب مغامره، بس هاي فعليا ما شفت زيها ولا راح اشوف زيها ان شاء الله. ما اخوان الكلب مش طبيعي، اسنانه سود.
طبعا انتم بتقولوا كلب عادي وبتقدروا تهربوا منه وبتقدروا تدافعوا عنه، بس لما يكون جن او بلم شيطان رجيم ايش ما ضربته ايش ما اذيته ما بعدين بعويش، متفاهمين؟ بعويش اخوان، بس ساكت مكشر وطلع اصوات غريبه حتى مش زي الكلاب. عيون وضاويات حمر كلهن ضاويات اخضر واصفر الا هو احمر. صلى النبي جماعه اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا تضيع ودائعه. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طبعا طلع في عقد هان اشياء معقدها. طبعا زي ما شفتوا في فيديو عند اخوي احمد في صوره جنب الخزق اللي طلنا منه السحاب، في صوره بنت. الخزق يعني حفره. حفره في صورة بنت، أتوقع إنه لبنت أو لامرأة ما بعرف، والعلم عند الله. طبعا السحر أتوقع على ما توقعاته على الدلائل اللي شفتها وعلى حسب خبرتي إنه السحر مش لبنت يعني صغيرة في العمر، بنت كبيرة يعني ثلاثينية، شكلها معمول لها حجاب، معمول لها سحر ما تتجوز وممنوع ما تتجوز ولا تخلف ولا محبوبة عند الناس ولا حد يطيقها. ظلها قاعدة ومعها توحد، قاعدة لحالها في غرفتها، لا بتصلي لا بتذكر الله. طبعا ربنا قالها وإن من لا يذكر تنسيتها والله. معذور معذور. فإن الذين سهوا عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا بإذن الله راح أفك السحر. أنا راح أقول لكم القصة كلها بالبداية ليش، مشان لما أبلش في السحر أكون مركز في السحر، مشان قبل هالمرة قعدتوا تحكوا أنت وأنت بتفك في السحر ركز في السحر ولا تقطع السحر. يا جماعة الخير أنا بفك في السحر وبقول لكم القصة، يعني بنحكي يعني بفهمكم شو اللي بصير. بسم الله توكلت على الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم يا حي يا قيوم عليك بكل ساحر وساحره. اللهم يا حي يا قيوم عليك بكل ساحر وساحره. اللهم يا حي يا قيوم عليك بكل ساحر وساحره. ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله. اللهم يا حي يا قيوم عليك بكل ساحر وساحرة. قد طغوا وطغوا وأكثروا بالأرض الفساد. هذا شعار؟ آذوا عبادك المصلين، آذوا عبادك الساجدين، آذوا عبادك الشاكرين، آذوا عبادك الموحدين. اللهم عليك بكل ساحر وساحرة. اللهم عليك بكل حارس سحر. اللهم عليك بكل خادم سحر. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا الله. طبعا هاي ربطة شعر عقدة مش عارف كيف مخذينها، يعني أنا مستغرب كيف قدروا ياخذوا عقدة. معقول كانوا يلموا شعر شعرة؟ والله يا إخوان زي خصلة شعر، خصلة شعر ملفوفة محطوط عليها إشي لزج هو بس ناشف، مش عارف إذا مبين على الكاميرا، لزج بس ناشف وريحته جدا كريهة. طلع كيف الشعر من قد ما هو قديم، شايف من شايف بتكسر يعني. أول حطين عليه مادة ترى، أول مرة في حياتي أشوف شعر زي هيك. يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم هان طبعا يا جماعة إذا أنت تترك شيش بالسيارة عشان طالش جني يلخمني. طبعا يا جماعة الخير إحنا حاطين هنا فرشة على فرش السيارة يعني مشان نلمه كله ونربطه في كيس ونأخذ عند الشيخ أيمن مشان يتأكد منه ويتأكد إنه من كل شيء يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عليك بكل ساحر وساحر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. طبعا أنتوا قلتوا لا تحط إيدك على وجهك وأنت بتفك السحر. أنا ما بحط إيدي هان محل ما بمسك السحر، أنا بحط من هاي هان ما بتكون لمسة السحر. بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طبعا هاي قطعة من ملابس، ملابس امرأة، المرأة المسحورة.
وحاطين الاثر وحاطين الاثر شعر وقماش صح والطلاسم ورابطينها في شعرها في خصله من شعرها ومعقدينها عاملين لها عقد. هسه راح نفك العقد هذول معاكم ان شاء الله ومقفلين حياتها. لا حول ولا قوه الا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. بس حسبي الله ونعم الوكيل بكل ساحر وساحره. حسبي الله ونعم الوكيل بكل حدا بتعامل في هالشغلات هاي وكل واحد بيعمل سحر لحد مشان يدمر حياته. حسبي الله ونعم الوكيل. بس اللهم عليك بكل ساحر وساحر. لا تفتح الورقه يا زلم. لازم افتحها مشان نفك. طيب ما راح ابين لهم. اللهم عليك بكل ساحر وساحره. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تقدر تشوف يا احمد؟ دقيقة في دم هنا. ايش اللهم يا حي يا قيوم عليك بكل ساحر وساحرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. حسبي الله ونعم الوكيل. بس حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم عليك بكل ساحر وساحرة. اللهم عليك بكل ساحر وساحرة. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. قد طغوا وطغوا وأكثروا بالأرض الفساد. آذوا عبادك الموحدين آذوا عبادك الساجدين آذوا عبادك الشاكرين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. استغفر الله العظيم ورب أتوب إليك. حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا هسه بقول لكم شو اللي مرسوم فيها بالضبط. طبعا احنا ما بنقدر نورجيكم لانه بنحن القناه بتنحضر. وغير هيك يا اخوان اذا في واحد فيكم فهم او فهم ايه لان هي بتجي احرف عربيه يعني تقريبا وفيها يعني قران مشقلب بكون مكتوب ولا حول ولا قوه الا بالله. الشيطان الرجيم. لا اله الا الله محمد رسول الله. طبعا انا قلبي وقع طبعا من الاشياء اللي شفتها. دم ما بعرف دم ايش بالضبط. راسمين كيف بدي اوصف لكم اياها. راسمين وجه وعليه اكسات وعليها علامه الهايل تبعت شو اسمه قرن الشيطان الماسونية. الماسونية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعليها علامات من الجنب وعليها أحرف وأشياء وعليها كمان هرم الهرم والعين الحارسة. يا الله لا إله إلا الله. طبعا يا إخوان هاي العلامات تذكر يوم كنت أنا أيام أورجيك يوم ما كنت أعرف إنه لا ممنوع أورجيكم إياها. أيام راس الثور كانت موجودة تقريبا نفس العلامات تقريبا. أنا نفسي أورجيكم إياها إنه الكشاف هذا بلش يضعف على فكرة. انا نفسي اورجيكم اياهم والله العظيم بس يعني ما بنقدر. صعب صعب احنا بننأذى هيك يعني اذا ورجيناكم اياها غير هيك يعني بنؤذيكم كمان بنؤذيكم. فاحنا ما بنرضى لكم الاذيه ولا بنرضى لحالنا الاذيه. وان شاء الله احنا جايين عشان نقدم الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. طبعا مش عارف المادة اللي حاطينها عليه. يبس ميبس. شكله كمان قديم. ابصر. يبس يا اخوان حاطين عليه المادة حارقة شكلها. لا حول ولا قوة الا بالله. بس لا حول ولا قوة الا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. الله اكبر. بس لا اله الا الله محمد رسول الله. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، لا جئتم به السحر، إن الله سيبطله، لا جئتم به السحر فإن الله سيبطله، حسبي الله ونعم الوكيل، إن الله سيبطله، اللهم عليك بكل ساحر وساحرة، اللهم عليك بكل ساحر وساحرة، قد طغوا وطغوا أكثروا في الأرض الفساد. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم يا حي يا قيوم يا رافع السماوات السبع ويا مبسط يا الله كيف بتقطع يا الله. اللهم عليك بكل ساحر وساحرة قد أكثروا بالأرض الفساد. أنا أول مرة ألاقي ساحر طبعا هيك في شعر. حسبي الله ونعم الوكيل. كل يوم نتعلم إشي جديد ترى، كل يوم نتعلم إشي جديد. طبعا انتبه للوقت بلاش يقطع وما نصورش. طبعا يا جماعة الخير حسبي الله ونعم الوكيل. أسأل الله عز وجل الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يحمي الشخص المسحور وأن يبعد عنه أي أذى إن شاء الله بحماية الله ورعايته وحفظه. حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله ونعم الوكيل. بس طبعا طبعا جماعة الخير هسه المقطع راح يوقف، راح يخلص الوقت وراح نرجع نفتح مقطع جديد. طبعا يا اخوان صحيح نسيت اقولكم لا تنسوا اللايك، حطوا لايك للقناة وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة مشان يوصلكم كل شيء جديد وكل ومشان إن شاء الله إحنا بنتعلم وبنعلمكم والله يقدرنا على فعل الخير إن شاء الله رب العالمين. لا تنسوا تضيفوا كل الروابط اللي تحت حساباتنا وإن شاء الله الله يجزينا الخير ويجزيكم. لا تنسوا المشاركة لأصحابكم مشان يثوبكم الأجر زي ما بثوبنا الأجر. طبعا كل واحد بشوف المقطع أنت بتكسب أجر وإحنا بنكسب أجر إن شاء الله. طبعا اللي مش مشترك في قناتي وفي قناة أحمد أخوي أحمد الحنيقي هي كل الروابط في البايو. وتحياتي لكم. السلام عليكم.